مرحبا متابعينا الكرام، شلونكم؟ ان شاء الله الجميع بصحة وخير وسلامة. اليوم راح يكون الموضوع الفيديو هذا مخصص لأسماء المشاريع اللي متوفرة بنظام الأقساط في أربيل، وعن أسماء المشاريع الجديدة الموجودة. طبعا حاليا جاي أصوركم من منطقة يعني من شارع المصيف، والاستدارة اللي راح نرجع بيها راح تدخلني إلى مدينة أربيل. هذا هو التقاطع مع الشارع 150 متر الجديد، والأبنية الجديدة اللي شفتوها على اليمين الشاشة هي كان مجمع سفيران، وهسه راح نرجع راح أشوف المجمعات أيضا أخرى هي منطقة درواز زينوية. سبق طرحت فيديو على هذه الموضوع على هذا المشروع والأسعار والتفاصيل. طبعا من الآن فصاعد راح أخليكم رقم التليفون تتواصلون معه لأي استفسارات أو لمعرفة كافة التفاصيل أو أي شيء يختص بموضوع المشاريع اللي موجودة بأربيل، أو نظام الأقساط أو نظام الدفع أو مساحات أو أي شيء، أو أي شخص يحب يشتري ملك تواصل مع الرقم وراح يوفروا لك كافة التفاصيل، وأيضا راح يقومون بكل الأمور اللي هو الشخص يرغب بيه سواء كان خارج العراق أو داخل العراق لشراء أي ملك أو اي مكان في اربيل. طبعا المشاريع اللي موجودة في اربيل اللي حاليا هي نحكي على الشقق. المجمع حاليا 150 متر ماكو مشروعين او 3 مشاريع عفوا، هي الالاف ومجمع جنجان لايف ومجمع القرية الاسبانية موجودة ايضا، اللي على شارع المصيف حاليا هذا اللي جاي تشوفوه اكو مجمع سفيران اللي جاي تشوفوه على اليسار حاليا عفوا، وايضا مشروع فردوس سيتي موجود. طبعا اذا ندخل ايضا اكثر راح تشوفون مجمع اماس ايضا موجود كهياكل واقساط ايضا موجود بيها، وايضا المشاريع الأخرى اللي متوفرة حاليا أيضا مشروع الألاف موجود على شارع 120 متر، وميني سلافا موجود، وعلى طريق المطار يوجد مشروع الألاف فيليج الام بي سي والوايت تاورز، وأيضا أكو على طريق الموصل يعني نقول شوية قريب من بارك سامي يكون مقابله أيضا مشروع الآلاف موجود للشقق، وأيضا موجود على طريق 100 متر مقابل عينكاوا قبل يعني قريبا فندق أرجانا نقول، على تقاطعش طريق بحركة عفوا مجمع سكاي تاور. وإذا نكمل على 120 على طريق المطار حاليا موجود المجمع آرام وأتكونز كمشاريع، وعلى طريق بحركة يوجد أيضا مشروع تابع لشركة الآلاف أيضا، والمشاريع بعض العمارات الموجودة بالقرية اللبنانية. وإذا ندخل على عينكاوا من طريق بحركة يوجد مجمع فور تاورز أيضا هناك. بالنسبة لطريق جولان إذا نطلع على نقول من تقاطع شارع جولان 40 متر، طبعا هاي بالصورة شفتوها اليسار كانت مجمع امباير دايموند ايضا هاي موجودة شقق، وايضا هاي بريل ايضا موجودة هاي ايضا الاقساط، وايضا اي تفاصيل موضوع مجمع امباير ايضا سبق وشرحته انا سابقا بالفيديوهات السابقة، وايضا اللي يريد معلومات يتواصل مع هذا الرقم اللي راح تشوفه بالاخر الشاشة. مثل ما ذكرنا انه موجود مشاريع ايضا موجودة على طريق شارع جولان 40 متر، هي فلورنسي تاور، وأيضا موجودة ستار تاورز وام ان دبليو اللي صار هاي مقابل دريم سيتي، واكو مجمعات أخرى كاملة يعني مثل بارك فيو أو بارك فيو طبعا، وأيضا داخل دريم سيتي اكو بعض القطع أراضي اللي يريد يشتري أو يأسس يعني مشروع هناك. طبعا هاي ذكرتكم المشاريع اللي ذكرتها سابقا كانت هي بالاقساط اللي حاليا موجودة.
كل تفاصيل المشاريع ونظام المساحات والعدد الغرف والأقساط وآليات الدفع والتمليك والخدمات ونوع البناء، يعني هاي كلها راح تقدرون تحصلون الإجابات عليها بالتواصل مع رقم الهاتف اللي مخليه أنا بنهاية الفيديو بواتساب وفايبر للأشخاص اللي هم يعني خارج العراق اللي يريدون يتواصلوا، داخل العراق موجود. إن شاء الله يعني نحاول نطرح فيديوهات أخرى. طبعا هاي مجمع معارف، وهاي اليسار وعلى اليمين شقق رؤية تاورز، سبق وذكرت أسعار. أيضا أي واحد يريد تفاصيل يتواصل معي على هذا الرقم. أتمنى أنه اليوم الفيديو عجبكم، إن شاء الله راح نحاول بالأيام اللاحقة نصور مناطق أخرى في أربيل، حتى تكون عندنا يعني الأشخاص اللي متابعين رؤية واضحة. وأتمنى لكم موفقية وتحياتي لكم.